مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، اهلا بيك يا شيخنا. شفنا الخباب من القرطبه بيحكي قصته، عايزين نعرف الاول بدايته، مين هو تحديدا، مين الشخصيه اللي كان هو قاعد بيحكي لها عن حكايته كلها لحد ما بقى بين ايديها. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اني ابرأ اليك من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. بدايه نتكلم اليوم عن شخصيه سيدنا الخباب بن القرط ابن جندلة ابن سعد التميمي رضي الله عنه وأرضاه. هو طبعا كما بداية الحكاية إن هو كان غلام في بني تميم، هو في نجد في شبه الجزيرة العربية، وكانت قبائل شبه الجزيرة العربية خاصة النجد كانوا يغيرون بعضهم على بعض، القوي يأخذ الضعيف، وكانت الأيام بينهم دول، إن أغاروا عليهم يوما يأخذون إغارة عليهم يوما آخر، فكان أغاروا قبيلة قوية على قبيلة الخباب وقتلوا الرجال وأخذوا النساء سبوهم وباعوهم وأخذوا الأطفال سبوهم وباعوهم. سيدنا خباب بن القرط طاف في بلاد كثيرة وفي مدن كثيرة، وانتقل من مشتان إلى مشتان إلى أن وصل إلى سوق النخاسة في مكة. فعندما أرادت أم أنمار، هذه المرأة اسمها أم أنمار بنت عبد العزة، أرادت أن تستثمر أموالها، يعني امرأة نصحة نزلت في السوق عشان تختار عبد تقدر تستثمر في أموالها. يعني طبعا ما كانت التجارة في القوافل بها فقط، ولكن أيضا في استثمار العبيد، العبد يأكل ما له أن يأكل ويشرب ويلبس ثم يعمل لأجل سيده. فنزلت أم أنمار في السوق وأخذت تتفرس في وجوه العبيد الشاب الصغير الأولاد الصغار، فوجدت في خباب نباهة وقوة جسدية واتقاد في النظرة عينيه كده، تحس ان في ايه، في عنده حماسة وعنده همة، فاختارته، فهي اختارته فدفعت ثمنه للرجل، وهي ماشية معاه قعدت بقى تسامره، ما اسمك؟ قال خباب بن أردت. قال انت عربي؟ قال نعم، من بني تميم. انا مش عربي وبس، ومن قبيلة كبيرة كمان بني تميم. طب ايه اللي حصل معاك؟ راح حكى لها ان غارت قبيلة علينا واخذت النساء وخذت انا وتنقلت من يد الى يد حتى وصلت اليك. فخذته على طول من هو صغير كده، زي ما بيقولوا عندنا في مصر مثلا، ياخد ابن الصغير يوديه عند ميكانيكي يبقى البليه لغايه لما يبقى هو ميكانيكي كبير، يعلمه صنعه تكيله ويتكسب منها قدام. بالظبط كده، هي خذته راح موديه عند الحدادين. هي حاطه هدف، يعني هي حتى امراه بس حاطه هدف بالظبط، ان هتجيب الولد ده توديه عند الحدادين لما يتقن الصنعه ويشد عوده وتجيب له محل وتشغله هذا المحل. فبتفكر استثماريا صح، ففعلا خدته وديته عند حداد قعد يعلمه الصنعه حتى اصبح خبير القرط، يعني اتقن من الحداد الذي كان يعلمه في الصنعه. فلما وجدت ان هو اتقن منها واتقن منه، وبدا بعد كده الناس تيجي تطلب الصنعه اللي عملها خباب، فاشتد عوده. فام انمار اشترت لو اشترت محل واجرت محل، اشترت له كل العده اللي كل العده بتاعتها، وبدا يعمل السيوف، يعني كان يعمل يصنع السيوف ويدقق في الرماح، صنع السيوف وبدا يبقى اشهر صانع سيوف في مكه. بالظبط، وكانت الناس كلها تروح عنده لثلاث اسباب: انه كان صادقا، كان امينا، كان متقنا في صنعته. فالاشياء دول لا يجتمعوا في احد، يعني يبقى ممكن يكون مثلا صادق لكن مش متقن، ممكن امين بس مش صادق ومش متقن، لا ممكن يكون متقن لكن مش صادق ولا امين. فطبعا اجتمعت فيه الثلاثه، بقت هو اشهر واحد في مكه، وطبعا بقت هو يبيع ويشتري وكده، وبقت ام انمار من اثرياء مكه نتيجه صنعه خباب ابن القرط. وده لا يعيب، يعني حتى لو هنسقط ده على واقعنا الحالي، لا يعيب اي ام او اب ان هو حتى في الاجازه ينزل ابنه يتعلم صنعه عادي، لو وقف مثلا في سوبر ماركت ان هو يعمل، يعني انا بحس ان لما بنتكلم في النقطه دي ان فيها اهانه، فيها اهانه، احنا فلان الفلاني وانا مامته فلانه الفلانيه، وازاي ابني ينزل يبيع او بنتي مثلا تشتغل في حاجه ما يناسب البنات. يعني طبعا كان الجيل كان ابائنا امهاتنا كانوا يفقهون هذا الامر فقه اشد من اجيال بعد كده. كانوا فعلا بينزلونا واحنا صغار في الاجازه نعمل، هي مش كلها لعب، مش كلها بصرف عليكم بس. بالزبط. بيعلموك ازاي الاعتماد على النفس، وازاي انك انت تكون راجل وتتحمل المسؤوليه، يعني هذا الامر ان وجد من هذه الجهه فهي امر مشروع وامر جيد حتى في الناحيه التربويه. اما انها هذه المرأة طبعا بالنسبه لخباب كانت امر استثمار، لكن بالنسبه للاباء والامهات اللي يدفعوا ابنائهم في هذا الاتجاه
هذا استثمار للآباء لأبناء أنفسهم. يعني هم أنتوا كده بتعتمدوا على نفسكم، وبعد كده أنتوا ممكن بعد كده ما تبقى لكم بيت وأسرة، لا مش هات يا ماما، هات يا بابا بالزبط. ساعدني يا عم، ساعدني يا خالي، لا هو بيقدر يقوم بنفسه. اه بنصوره اتعلم وتعود على تحمل مسؤوليته. شيخ أيمن مش بيمد إيده لحد ولا منتظر. ليس عيبا أن يعلمه صنعة أو يعلمه التجارة أو ينزله معه في العمل أو يتقن مهارة معينة، ليس عيبا، بل على كل الآباء والأمهات أن يحرصوا على أن يعلموا أبنائهم مهنة تفيدهم هم أولا في المستقبل، وده واجب عليهم فعلا. حتى لو في الأجازة ما فيهاش أي مشكلة أنه يستثمر. بالعكس ده واجب على الآباء والأمهات، واجب عليهم أنهم يدفعوهم لهذا الدفع يعني. تمام جدا. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك.